الكلام المرصع مع الأستاذة لطيفة البحسيني. أنا أعتقد أي ديمقراطي وأي مغربي صوت على الدستور خاصه تكون عنده يكون عنده الحرص على الدفاع على ترجمة ذلك الدستور على مستوى الواقع. مشروع دمقرة المجتمع دمقرة الدولة يجب أن يبدأ من التفاصيل، وأهم تفصيل كان أساسي ومركزي هو كنسميه ماشي قضية المرأة، كنسميه قضية المرأة، كنسميه قضايا النساء المغربيات. تعتبر المدرسة هي المجال الحيوي للتربية على قيم حقوق الإنسان وعلى قيم المواطنة وعلى أيضا الممارسة الديمقراطية. الكلام المرصع الأربعاء مساء على الأولى.